الو يا حلوين، عاملين ايه؟ فيديو النهارده ملخص مسلسل زواج دافئ الجزء الرابع والاخير، هو صيني متصنف انتقامي رومانسي. لو عاوزين تعرفوا نهايه الدراما كملوا معانا الفيديو للاخر. وصلوا الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص مسلسل جديد على القناه في اسرع وقت ممكن. وقبل ما نبدا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وانتظروا فيديو جديد على القناه الساعه 9 كل يوم بتوقيت مصر. اتفاعلوا معانا دايما وعلقوا اكتر، واكتر اتنين بيتفاعلوا بيعلقوا كتير هقول اسمائهم وهزر تعليقاتهم في اول كل فيديو، والناس اللي بتكتب لي تعليقات حلوه حط تعليقات في اخر كل فيديو. واحب اشكر النهارده زينه واسطوره على دعمهم المستمر ليا. وبالنسبه لقناتي التانيه فانا غيرت محتواها، وهتلاقوا هناك ملخصات مسلسلات صيني وكوري جديده ومختلفه عن هنا، اتمنى تنول اعجابكم. هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف في التعليق المثبت، ما تنسوش تدعمونا هناك. وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتشكروا الله، ويلا نبدا احداث الدراما مع بعض. الجزء الاخير بيبدا لما خطف تشوت شان فان وبتقول له انت مجنون اكيد، وان تشانج هيجي ينقذني في اي وقت، لكنه بيقول لها اكيد بس في الوقت ده هتموت انت وهو، او في حل تاني تفضلي معايا وتسيبي تشانج. وطبعا بتقول له انت اكيد بتحلم، فبيقوم خانقها. وبيجي هنا تشانج اللي بيتصدم لما بيشوف فان بالشكل ده، وتشو بيقول له السيد تشاب تشانج حزين صح؟ بيقول له كل اللي انت عاوزه هديهولك. بيقول له ايوه كده، من المؤكد ان التحدث مع ناس اذكياء مريح، انا عاوزك تسلمني كل ممتلكات القصر. بيقول له بس انا بذلت مجهود كبير فيها، انت بتعمل كده عشان ملكية القصر صح؟ واللي بسببه خدعتك تشين بالزواج منك، وعشان كده انا نفسي اخرب لك النظام ده من جوه قلبي. بيقول له انت اصلا مش عارف اي حاجه، زي ما كنت مفكر كده ان انت بتفسد تظاهري في ان انا معاق، لكن اللي ما تعرفوش ان الكل عارف ده. وبالنسبه لزوجتي تشين فهي الاخت التوأم لزوجتي الحقيقيه فان. بيقول له بجد انت عرفت ده ازاي؟ انت ليه افسدت كل خططي يا تشانج؟ بس برضه غادر، لو ما سلمتش القصر مش هطلق صراحه. بيطلع له خاتم وبيقول له ده ختم صحاب القصر امتلاكه، يعني امتلاك كل الثروه. ولما بتحاول فان تتكلم بيسكتها، وتشانج بيقول له خده. بيقول له تشو واضح ان السيد الشاب بيحب الانسه فان حقا اكتر من الفلوس، حط الختم على الترابيزه واطلع يلا. وبيحطه فعلا وبيقول له اركب العربيه بس وهسيبها، وبياخدها معاه وبيطلعوا تشانج معاهم. وعند باب العربيه بيسيب ايد فان، فبتقوم ضرباه وبيجري تشانج يمسكه وبياخد الختم وبيقول لها فك الحبل ده يلا بسرعه. وتاني يوم بيتعمل مؤتمر صحفي وبيعلن فيه فرد الامن ان هو كان موجود يوم وقوع الحادث، وان هو كان شغال بشكل غير مسؤول عشان كده وقعت الحادثه. وبرضه بيحب يشكر السيد تشانج اللي نصحه ان هو يجي ويقول الحقيقه، وبيتاسف من الكل وان هو مسؤول عن كل اللي حصل قصاد الكل. وبتضحك فان وبتقول له اخيرا تم الكشف عن الامر وتخلصنا من تشوت شان. بيقول لها بس لسه في حاجه، هربت تشين من البدايه كانت خدعه. بتقول له احنا وصلنا للنهايه اكيد، هي عند امي دلوقتي. بتقول له انا عندي فكره متاكده ان هي هتبقى مناسبه ليها، ومنها في نفس الوقت ان انا انتقم واخد انتقامي اللي انا حلمت بيه طول السنين دي. وفعلا تاني يوم بتروح فان البيت بلبس شبه تو بالظبط ونفس تسريحة الشعر، وبتقعد جنب امها ومش بتقدر تفرقهم طبعا. ولما بتيجي تو من جوه بتقول لها انتي بتعملي ايه هنا؟ بتقول لها ده بيتي، ليه ما كنتش هنا؟ السؤال الصح هو انتي ايتها الفتاة البرية بتعملي ايه هنا؟ بتقول لها امها صح يا فان، انتي هنا بتعملي ايه بالشكل ده؟ انتي اتطردتي من القصر ولا ايه؟ بتقول لها طبعا يا امي، ده اللي بيحصل لما واحدة من الشارع تتجوز راجل نبيل، في النهاية لازم يستحقرها. بتقول لها انت ازاي بتتجرأي وبتحاولي تنتحلي شخصيتي؟ بتقول لها ما انت انتحلت شخصيتي واتجوزتي تشانج بدالي. يا للاسف واضح ان هي بدات تتجنن. بتقول لها بتبرئي كمان تقلدي طريقتي في الكلام؟ طيب شوفي بقى انا هعمل فيكي ايه. وبتحاول تضربها لكن امها بتمسكها وبتضربها هي، وبتقول لها فان انت اخطأتي بما فيه الكفايه، عاوزه تمدي ايدك كمان على تو؟ بتقول لها امي انت ازاي مش عارفاني انا بنتك تو؟ بتقول لها بالشكل ده لا يمكن تكوني انت. وبتقعد وبتحضن البطلة وبتقول لها بنتي هي كنزي الحقيقي، الفتاة الجميلة المشهورة في عالم الترفيه. بتقول لها أيوة يا ماما أنا مش عارفة فان بتقول إيه، بتحاول تنتحل شخصيتي، باين قوي إن هي مجرد لعبة. بتقول لها أنت اللي بتكذبي مش أنا. وبتقوم تقول لها أمي أنت زي مش مصدقاني وسامحة للمزيفة دي تقعد جنبك. وبتحاول تقوم تضربها تاني لكن أمها بتمسكها وبتزقها بتخليها هي اللي تتعور، والاتنين بيقفوا باصين عليها وهي بتعيط وبتقول وجهي لأ. وبتبدأ تتكلم فان هنا وبتقول على الرغم منك ما تستحقيش تكوني أم، لكن أقدر أفرح أخيرا وأفرح نفسي وأعتبر إنك حميتيني مرة في حياتك، بدءا من اليوم ضغائني هنساها مش هكرهكم تاني.
يا تو، دلوقتي انا بمنحك 3 ايام عشان تعترفي بالجريمة اللي انتي عملتيها، وإلا هرجع هنا مرة تانية. وبتمشي وامهم بتقول ايه اللي بيحصل هنا ده، وتو بتقول فين الجبانة، خليكي تدفعي التمن. وهنا بنرجع فين للبيت تاني، وبتقعد مع تشانج اللي بيلمس جرحها وبيقول لها هي لسه بتألمك، بتقول له لا انا حطيت العلاج، بيقبلها وبتقول له كده بقت احسن بكتير من الاول، وبيحضنها وبتقول له اخيرا انتهى الامر، بيقول لها انا هكون هنا موجود هنا جنبك علشانك دايما، وبيقرب منها وبيقبلها. وتاني يوم بتصحى تلاقيه في المطبخ بيحضر لها فطار، وبتقول له انت بتعمل ايه، بيقول لها انا عارف انك كسولة النهاردة عشان كده قلت احضر لك انا. بتحضنه وبتقول له بجد، وبيقول لها يلا دوقي مهاراتي في الطبخ، وبتقول له عاوز اعرف عملتها ازاي، وبتقعد تدوق لكن طعمها بيكون وحش جدا، وبيقول لها ايه رأيك، بتقول له عاوز تعرف الحقيقة، بتقول له الاكل ده لا اقصد الاشياء دي طعمها غريبة جدا، طب ايه رأيك اعلمك الطبخ وانا اتعلمت ازاي. وبتسكت وبتفتكر عمتها وهي بتقول لها لو ما لقيتيش حد يعلمك الاكل مش هتاكلي عادي، بتقول لها طبعا، بتقول لها ولما تتجوزي، بتقول لها هتجوز شخص بيعرف يطبخ، بتقول لها ولو ما بيعرفش، بتقول لها مش هتجوزه سهلة، بتقول لها ولو بتحبيه، بتقول لها هلاقي شخص بيعرف يطبخ واحبه وساعتها مش هحتاج اطبخ تاني، بتقول لها بنتي الجميلة بتمنى ليكي شاب يحبك وتحبيه. وبعد فترة بتمشي تو في الشارع لابسة طرحة ونضارة عشان محدش يقدر يتعرف عليها، والناس بتقول ان الممثلة المشهورة تشين طلع لها اخت توأم اسمها فان، تفتكر اللي شفناها مؤخرا كانت تشين ولا فان، وبيقولوا طبعا اتبينوا ان هما مش شخص واحد عشان كده كانوا متنكرين. بتقعد وبتقول تشين كل ده علشان اذيتيني انتي، بقيتي شبه عمتك. وبتيجي هنا بتخنقها وبتقول لها انت ازاي بتكرهي تجيب سيرة عمتي، لو مش عاوزة تعترفي انا هنتقم منك. فبتقوم تشين عض ايديها وبيحضنها تشانج وبيقول لها انت كويسة، بتقول له تو فان على فكرة فمي كان فيه سم، بيقول لها انت بتقولي ايه، بتقول له حتى لو خسرت مش هخسر لوحدي لازم اجرها للموت معايا، بتقول لها تو انت ازاي كده، وتشانج ماسكاها وبيقول لها تكوني بخير ما تقلقيش هجيب لك افضل طبيب في البلاد، ولما بتحاول تو تهرب بيمسكها المساعد. وبتقول فان لتشانج لو حصل لي اي حاجة اوعدني تتجوز فتاة اخرى وتحبها، بيقول لها انا هفضل جنبك مش عاوز حد تاني، مش هقع في حب فتاة اخرى ابدا. وبيسأله المساعد سيد الشاب هتعمل معها ايه، بيقول له خدها تعترف بجريمتها، وهي بتصرخ وبتقول لا، وهو بيحضن فان وبيقول انا هنا يا حبيبتي ما تقلقيش. وبياخدها المستشفى وبيسأل الدكتور اذا كانت كويسة ولا لا، وبيقول له ان نوع السم ده نادر والاعراض غير عادية وبنعتمد على الاعراض الظاهرة بس دلوقتي عشان العلاج، علشان كده مفيش اي ضمان لعلاجها، بيقول له لا لازم تعالجها. ولما بتحاول تقوم بيقول لها فان لا استلقي تاني، بتقول له ما تقلقش انا كويسة، وبيقول لهم الدكتور هنا العلاج جاهز. وبيقول له تشانج هي ايه نسبة النجاح بتاعته، بيقول له 50% ولو فشل مش هتصحى مرة تانية، وبيقول له تشانج لا مش هستحمل الخطر ده، بيقول له ده الاحتمال الاعلى للأسف، بتقول له فان ما تقلقش صدقني هكون بخير خلينا نقسم، بيقول لها هنفضل جنب بعض للأبد. وفعلا بعد العلاج بتصحى وبيفرح وبيقول لها فان انت صحيتي، حاسة بايه دلوقتي، انت بقيتي كويسة، بتقول له انا كويسة انا حاسه ان انا هقدر اتخانق معاك براحتي قريب، بيقول لها من الانف صاعدا مفيش خناق بينا تاني انا مستسلم ليكي، بتضحك وبتقول له مش مصدقه اللي بتقوله، بيقرب منها وبيقبلها. ولما بيبعد بيقول لها ايه اللي حصل لانفك ده ماله، ممكن يكون اثر جانبي من العلاج، بتقول له السيد العظيم ده بسبب انك خبطتني وانت بتقبلني، ده بسببك انت لازم تدفع تمن الجرح ده، بيقول لها انا كلي ملكك، بتقول له طيب والفلوس، احنا حتى ما عملناش حفل زفاف ولا اقترحت عليا ده حتى، بيقول لها انت شايفه كده ما ترجعيش في كلامك بقى. وبيقعد في الارض وبيطلع خاتم وبيقول لها الخاتم ده معايا من فترة طويلة ما كنتش عارفة ادهولك امتى وازاي، الصراحة كنت مرتب كلام كتير بس كله ضاع من عقلي دلوقتي، بيقول لها انا مش عارف اقولك ايه الصراحة، اقول انك اقرب شخص ليا وده شيء جيد، لكن خلينا متفقين لما كنت مريضة قدرت اعرف اهميتك بالنسبة ليا، فان توافقي تتجوزيني، بتقول له انت ليه بتقولي الكلام ده دلوقتي، بيقول لها مش عاوز اندم بعد الان، المرة دي لو ما صحيتيش هاجي وراكي، بتعيط وبتقول له انا موافقة، وبيلبسها الخادم وبيقول لها في النهاية انت زوجتي بالفعل امام الجميع، فبتضحك وبتقول له ما تخافش من حاجة، بيقول لها زوجتي انا بحبك، بتقول له زوجي وانا كمان بحبك، وبتضحك وبيقوم بيحضنها وبيقبلها. وبعد فترة من اليوم ده بتكون فان بتولد وهو بره وبيقول ليه كل ده لسه ما ولدتش، لا كده لازم اروح اشوفها، بيوقفه المساعد وبيقول له مديري ما ينفعش تدخل دلوقتي، بيقول له ليه ما الطبيب موجود جوه طالما هي تعبانة لازم اكون معاها، بيقول له سيدي سيدي ما ينفعش، بيزقه وبيدخل.
وبيقعد جنبها وبيقول لها ما تخافيش انا هنا يا فان، فبتاخد ايده وبتبدأ تعض عليها من الوجع وهو بيقول خلاص هانت، وفعلا شوية وبيكون خلاص، وبيقول الدكتور مبروك البيبي ولد، وتشانج بيضحك وبيقول لها بقى عندنا ولد، وبتضحك هي كمان وبيكونوا الاتنين فرحانين. وبعد مرور شهر بتشتغل فان في التمثيل، وتقول المخرجة ان ده مشهد رومانسي هيقبل فيه البطل البطلة، وبيبان ان تشانج حاضر التصوير وبيبدأ تصوير المشهد، لكن البطل مش بيقدر يقرب منها وبيقول لا مش قادر. بتقول المخرجة يعني ايه مش قادر، دي مجرد قبلة عادية، عيدوا المشهد تاني يلا، لكنه للمرة التانية مش بيقدر يصور المشهد برضه. وتشانج واقف وبيقول اعتقد ده هيكون من الاسهل ان انتوا تغيروا السيناريو طالما كده، وبتاخده فن وبتطلع وبتقوله طول ما انت معايا في التصوير الكل هيفضل متوتر بالشكل ده ومحدش هيعرف يصور. بيقول لها بعمل كده عشان بحبك وبدعم شغلك، بتقول له انا كمان بحبك. بيخلص ملخص المسلسل عن النهاية اللطيفة والسعيدة دي، وصل الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص مسلسل جديد على القناة في أسرع وقت ممكن. وبس أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واعملوا لايك للفيديو لأن شيء بيفرحني جدا، ودي تعليقات أكتر ناس بتتفاعل وبتعلق معايا الفترة دي. شكرا لكم جدا يا حلوين على تعليقاتكم الإيجابية زيكم، على كلامكم الحلو بيفرحني دايما، بحبكم قوي، بحب تعليقاتكم وكلامكم المشجع ليا. وبس يا ريت تنوروني في المنتدى، بنزل هناك رابط ملخصات مسلسلات جميله قوي، مسلسلات كوري ومسلسلات صيني على قناتنا دي وعلى قناتنا التانية وورد اوف اكشن، متاكده ان هي تعجبكم. في ملخص مسلسل جديد هيبدا النهارده على قناتنا التانية، متاكده ان هو هيعجبكم، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف في التعليق المثبت، عن بطله بتكون بتحب البطل جدا لكنه بعد الجواز بيتعاملها بطريقه وحشه، وبعد كده بتقرر تنتقم منه. مسلسل انتقام يجنن، متاكده ان هو هيعجبكم، هسيب لكم ملخص رابط ملخص الجزء الاول اول ما ينزل هحطه لكم في التعليق المثبت وهثبته لكم. وبس ما تنسوش تصلوا بينا على النبي، تشكروا الله، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. باي باي.